بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعيني الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده، مجموعه جديده من الاخبار بتهم قطاع كبير جدا من الشعب المصري، واهمهم او اخصهم هيكون اصحاب المعاشات. اول خبر معانا وهو عاجل من جميع البنوك المصريه والبريد المصري لاصحاب المعاشات، مفيش قبض للمعاشات وقرار جديد من البنك المركزي بوقف التعاملات البنكيه. الخبر التاني معانا وهو كارثه البيض التركي، هل اشتريه لاولادي وهل هو امن ولا لا؟ واللي بعد كده هو باقي 5 أيام فقط على رفع عدادات الكهرباء القديمة بالنسبة للناس اللي عندها عدادات كهرباء قديمة. أخبار كلها بتهم المواطن المصري ومهمة جدا، ولازم حضرتك تكون على دراية بيها، سواء كنت من أصحاب المعاشات أو هتأكلي ولادك البيض التركي أو حضرتك عندك في بيتك عداد كهرباء قديم. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الحكاية، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. أول موضوع هنبدأ بيه النهاردة هو رفع العدادات القديمة خلال 5 أيام. هل الكلام ده للكل ولا ايه الحكاية بالظبط؟ الكهرباء بتوجه تحذير هام، باقي 5 أيام فقط وسيتم رفع العدادات القديمة لهذه الفئات وفورا. توجه وزارة الكهرباء توجيها وتحذيرا هاما لبعض مستخدمي الكهرباء، وهم الفئة التي تأخرت عن دفع الفاتورة لمدة 2 شهر متتاليين، فيما ينتظر المتأخرين عن دفع الفاتورة الكهربائية لمدة شهر تطبيق غرامة 7% من قيمة الفاتورة الشهرية. وفي حال تأخر دفع الفاتورة لمدة 2 شهر متتاليين سيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، ويحق للشركة فسخ التعاقد بنص القانون وليس إجراءً تعسفيًا. هنا عايز يقول لحضرتك إنه أنت لو تأخرت عن سداد الفاتورة لمدة شهر، في الأول لمدة شهر واحد، هيطبق عليك غرامة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. طيب في حال لا قدر الله حضرتك اتأخرت كمان للشهر الثاني، هيطبق عليك غرامة 7%، ولكن هنا هيتم رفع العداد وتركيب عداد كودي أو عداد كارت أو عداد مسبق الدفع إجباريا. ليه بيعمل كده؟ لأنه بمنتهى البساطة بعد ما يركب لحضرتك عداد الكارت، لو معاكي فلوس هيبقى فيه كهرباء، معاكيش فلوس مش هيبقى فيه كهرباء. وهو ده الهدف خلال الفترة اللي جاية، أنه هيتم رفع جميع العدادات القديمة، وحتى لو حضرتك ما تأخرتيش وفي يعني جدول الحكومة المفروض حطاه لنفسها ان هي خلال الفترة اللي جاية هتبدأ تغير العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع عشان يكون التعامل بينك وبين العداد تعامل مباشر. الخبر اللي بعد كده معانا هو كارثة البيض التركي. كلنا سمعنا عن انه في بيض تركي موجود في مصر بدأ يتم تداوله ما بين الناس، وانه مصر استوردت 30 مليون بيضة تركي. بعد ما وصلت البيضة في مصر حوالي 6 و6.5 في بعض الأماكن، 6 جنيه و6.5 جنيه. وطبعا الدولة لجأت للحل ده بعد جشع التجار اللي إلى حد ما بيغلوا سعر البيض بصورة مبالغ فيها جدا، وطبعا كل البيوت فيها أطفال والبيضة مفيش غنى عنها في كل بيت مصري، حتى لو الكبار مش هياكلوه بتجيبوه طبعا للولاد. طيب انا دلوقتي سامع كلام كتير جدا او سامعين كلام كتير جدا عن البيضه التركي، اللي بيقول ان هي تاريخ صلاحيتها مش مظبوط، واللي بيقول بالعكس تاريخ صلاحيتها محترم جدا، واللي بيقول انها صغيره الحجم، واللي بيقول انها كبيره الحجم. ناس بتتكلم عن انها مش نظيفه، وناس بتتكلم عن نظافه مبالغ فيها جدا للبيضه. هل البيض التركي امن اجيبه لبيتي ولا لا؟ هقول لحضراتكم دلوقتي المدرستين والرايين، والراي الارجح فيهم هنشوفه في النهايه، واشوف هل اشتري البيضه دي ولا لا. هنشوف الاول راي الاستاذ نبيل احمد نبيل رئيس شعبه البيض المائده، جاوب على السؤال ده لما سئل انه ازاي البيض اللي سافر عبر قارات وتم استيراده بالدولار ارخص من البيض اللي موجود في المزرعه في نفس المحافظه اللي انا فيها او حتى محافظه جنبي على طول. وده بيحصل بصورة غريبة جدا المصريين كلهم مستغربينها. جاوب الأستاذ أحمد نبيل قال إنه ده بيرجع لعدة أسباب، أولها إنه المنتج أو الصرف على المنتج ده في تركيا يعني إلى حد ما المنتج نفسه بيتلقى دعم بصورة كبيرة شوية من الدولة على الإنتاج، علشان كده البيض بيكون رخيص. الحاجة التانية إنه البيض التركي وزنها أقل من البيض المصري، والحاجة اللي بعد كده إنه البيض التركي هيكون أرخص بحوالي 1.5 جنيه في البيضة الواحدة. الأستاذ أحمد نبيل قال إنه أولى بالحكومة إنها كانت تحل مشاكل المنتجين المصريين وتلبية احتياجاتهم، ساعتها كنت هتشوف الأسعار بتنخفض، لكن الحقيقة الناس اللي اشترت البيض ده قالت إنها
بيضة محترمة جدا، بيضة وزنها تقريبا ضعف البيضة المصري، وكمان قالوا ان هي مكتوب عليها تاريخ الصلاحية بتاعتها والاكسبايري ديت، يعني بيضة محترمة جدا. ولكن مش من الطبيعي انه هتلاقي حد منتج للبيض المائدة بيقول لك ان البيض ده كويس، لكن ناس كتيرة جدا بتتكلم في وزارة الصحة وناس كتيرة جدا مسؤولين عن تحليل كل شيء بيدخل للبلد بيقولوا حضرتك ان البيض ده بيض محترم جدا، بيضة كويسة جدا، آمنة جدا ان انت تديها لأولادك، وهو ده كان الحل الوحيد لمواجهة الجشع التجار. الخبر اللي بعد كده، ايه حكاية البيان بتاع البنك المركزي بوقف صرف المعاشات؟ هقول لحضرتك انه المفروض كان قبض المعاشات يبدأ يوم واحد في الشهر، يوم واحد في الشهر ده طلع بيوافق يوم الجمعة، علشان كده كان تم الاعلان من كام يوم انه هيتم تبكير الصرف حوالي 24 ساعة، وانه الصرف هيبدأ يوم الخميس اخر يوم في الشهر، لكن بعد بيان البنك المركزي حضرتك مش هتقدر تقبض يوم الخميس. ليه؟ ايه اللي حصل؟ البنك المركزي تم وقف التعاملات البنكية ليوم الخميس ان شاء الله. ليه؟ لانه هيتم العمل يوم الخميس ان شاء الله بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة. علشان كده البنك المركزي قرر انه يتم وقف التعاملات البنكية من الساعة 11 يوم الخميس حتى يوم الجمعة 3 صباحا، وده إجراء بيتخذه البنك المركزي كل سنة لما بيتم تغيير الساعة، وده حصل المرة اللي فاتت شهر إبريل لما تم التبديل ما بين التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. علشان كده هقول لحضرتك ولحضرتك لو بتصرفي من البنوك هقول لك تروح امتى، ولو بتصرف من البريد المصري برضه هقول لحضرتك تروح امتى. لو حضرتك بتصرف من البريد المصري فهيئة البريد المصري أعلنت إنه هيتم تشغيل 2500 مكتب بريد يوم الجمعة والسبت المقبلين، 2500 مكتب على مستوى الجمهورية. طيب إيه المواعيد؟ لأنه أنا أكيد مش عارف المواعيد، لأنه مش من المعتاد إنه الناس تشتغل يوم الجمعة. يوم الجمعة إن شاء الله البريد المصري هيشتغل من الساعة 1 ظهرا حتى 8 مساء، ويوم السبت من 8 صباحا حتى 3 عصرا. اتفقنا ان ده مش الرقم، وده انا قلت لحضراتكم الخبر ده امبارح لما كنا بنتكلم عن عودة تخفيف الاحمال. ال 2500 مكتب دول مش هم كل المكاتب الموجودة على مستوى الجمهورية، يعني وارد جدا انه المكتب اللي جنب حضرتك يكون مش شغال. طيب اعمل ايه عشان خاطر اعرف المكتب اللي جنبي ده شغال ولا مش شغال يوم الجمعة والسبت؟ هتتصل برقم 16789. الرقم ده لو انت من المتعاملين مع هيئة البريد المصري هتتصل تشوف المكتب اللي جنب حضرتك شغال ولا لا، الكول سنتر هيقول لحضرتك المكتب ده شغال ولا مش شغال، بعد ما هتقوله طبعا على رقم المكتب بتاعك او المكتب اللي انت تابع ليه. حاجة اللي بعد كده، البنوك، الناس اللي بتروح تقبض من البنوك، بالنسبة للفروع هتشتغل يوم الاحد في نفس مواعيدها باستثناء بنك ناصر الاجتماعي هيشتغل يوم السبت، وده كان المفروض انه عطلة رسمية كل اسبوع، ولكن هيشتغل من الساعة 9 صباحا في نفس مواعيد العمل اليومية حتى 3 ظهرا. بنك ناصر الاجتماعي الوحيد اللي اعلن المرة دي انه هيكون شغال يوم السبت فقط، باقي البنوك في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الاحد. طيب انا مش بقبض ولا من البنك ولا من البريد ولا من بنك ناصر الاجتماعي، انا بروح اقبض من الاي تي ام. حضرتك بتقبضي من الاي تي ام بلاش ننزل يوم الخميس، وده انا قلته امبارح برضو في الفيديو بتاع امبارح، كتبت لحضراتكم كده انزلوا يوم الجمعه. ننزل يوم الجمعه عادي جدا، ممكن من بعد الساعه 1 ظهرا حتى باقي ايام الصرف عادي جدا. وهنخلي بالنا يا جماعه من موضوع السحب الوهمي، مش هندخل رقم الفيزا او الرقم السري غير مره واحده، لازم نكون حافظينه وكاتبينه في ورقه ايا كان، المهم اكون حافظه صح جدا، لانه ادخاله اكتر من مره البنك بياخد اجراء احترازي وبيوقف السحب، وحضرتك بيبان لك اشعار ان الفلوس طلعت والفلوس ما طلعتش، وده بيكون سحب وهمي، والمشكله مش بتتحل قبل 15 يوم من داخل الفرع او من خلال الكول سنتر بتاع البنك اللي حضرتك تابعه ليه. حبيت افهم حضراتكم لان شفت بوستات كتيره جدا بتقول انه مفيش قبض الشهر ده وانه تم وقف صرف المعاشات والكلام ده كله. القصه كلها بتتلخص في كل الاجراءات اللي قلتها لحضراتكم دي، والاجراء اللي عمله البنك المركزي ده اجراء بيحصل في الظروف اللي زي دي عاده، يعني لا اجراء تعسفي ولا استثنائي ولا اي شيء.
كده تكون خلصت اخبارنا. بتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله على خير، هنتقابل في فيديو جديد. في امان الله.